آسف، أعتذر له ولكم. إنه هناك! كريم! سيف! تعالي! إنه هنا! إنه هنا! صديقي العزيز واللاعب الموهوب! لن تكتمل المباراة إلا بك يا محمود، وسوف يكون اعتذاري أيضاً أمام الجميع. قررت اللجنة المنظمة للدورة منح اللاعب محمود فتحي جائزة أحسن لاعب، وأيضاً جائزة اللعب النظيف له، وهي عبارة عن مكافأة مالية. أحسنت يا محمود، تستحق. أنت بالفعل تستحق. برافو، أحسنت. جيد. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.